كاميرا 108 ميجا بيكسل، هل هي بس أرقام ولا فعلا كاميرا تستحق؟ الجواب راح يكون في هذا الفيديو في المراجعة الكاملة للشاومي مي نوت 10، فخليكم معي لا تروحوا لا قريب ولا بعيد، ركز معي، هيا بنا. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع، للي مش متابعني على إنستغرام تابعني على إنستغرام أرجوك، بعدين تابعني على إنستغرام. يا إخوان قبل بلش الفيديو، موضوع دعمكم مهم جدا. كيف يعني دعمكم؟ لما بتحضروا الفيديو ولما بتعملوا لايك ولما بتعملوا شير وكومنتس، هذا أكبر دعم وجزاكم الله خير عشان أقدر أكمل أعمل محتوى ممكن أنتم بتحبوه، فاعملوا لايك لو سمحتوا. المراجعة الكاملة لهذا الجهاز استخدمته فترة كويسة أيضا، وبصراحة كانت ممتعة التجربة. يعني من ضمن الشغلات اللي هيك سبويلر بدي احكي لكم اياها، كنت اعمل تيست لموضوع الانستغرام، من ضمن الاجهزة اللي الناس كانت تحب الصورة طالعة منها لانستغرام هذا الجهاز، فتجربته على انستغرام للناس بتحب انستغرام ممتازة. على كل حال نبدأ بالتصميم. هذا الجهاز مصنوع من الزجاج طبعا واطار من المعدن، في عندنا 5 كاميرات بالخلف. واحد من المشاكل حتواجهك انه الكاميرات نازلة تحت كثير، وانت بتصور بالغلط رح يجي اصبعك يغطي اشي، هذا انا بعتبره خطأ بالتصميم، يعني لو رفعوهم على جنب انا بالنسبة لي افضل، لكن هذا الموجود. بشكل عام فيه فخامة بالمصنعية، ولكن الجهاز تعتبره سماكته عالية 9.7 مليمتر، حتى وزنه اثقل شوي من باقي الاجهزة. في سماكة لكن انا ما شفتها، ما حسيتها مشكلة. وفي عنا بروز في الكاميرا، مع الكبر رح ينتهي هذا البروز، برضو ما عندي مشكلة في هذا الموضوع. عنده سماعة واحدة ومدخل USB Type-C، وعنده مدخل 3.5، هذا بلش ينقرض لكنه موجود بعد. ومن الأعلى حيكون في عنده الـ IR بلاستر، وفي عندك أزرار الصوت والباور على الجانب الأيمن. بس هذا هو التصميم. الشاشة بشكل عام هي AMOLED، الشاشة فيها إدج صغير، يعني أنا حبيت هذا الإدج، مش كبير كثير، مش مبالغ فيه، موجود بيعطي جمالية أوكي، وبرضه ما بيخرب عليك من ناحية العملية. فأنا من ناحية تصميمية عجبني، ليس أجمل جهاز لكنه جميل يعتبر بمقاييس تبعتنا. طبعا محمي بكورنينج غوريلا جلاس 5 من الأمام والخلف، ما في شحن لاسلكي وما في مقاومة للماء والغبار. نرجع نحكي عن الشاشة، AMOLED 6.47 إنش Full HD Plus، راح تعطينا 398 بيكسل لكل إنش، 1080x2340. قوة السطوع في هاي الشاشة 600 نتس، يعتبر جيد جدا. محمية بكورنينج غوريلا جلاس 5 وبتدعم تقنية الـ HDR10. متابعة المحتوى هون تعتبر جيدة جدا، تلعب ألعاب هون أيضا. طريقة عرض الداتا او البيانات هاي اللي بتشوفها بالالعاب والحركه، الرسومات، التحريك، الانيميشن، الافكت، كلها هي بتاثر بالتجربه، فالتجربه هنا بشكل عام جيده جدا. من الاشياء اللي حبيتها بهاي الشاشه اللي هو الاولويز اون ديسبلاي، كثير عملي، كثير شكله حلو، وعشانها كلها هيك الشاشه لما تكون طافيه تكون بلاك مع الاولويز اون ديسبلاي اللي هم مستخدمينها، بصراحه الشكل جميل زي ما انتم ملاحظين. هذا الشكل بالنسبة لي بصراحة جميل. ساعة وطريقة العرض. نحكي عن نظام التشغيل، اندرويد 9.0، لسه ما وصل اندرويد 10 وبتمنى يوصل. برضو عنده الميو اي 11، كان قبلها عندي الميو اي 11 الاولى، وبعدين وصلني تحديث. بصراحة التحديث الاخير اللي وصلني كثير حبيته، كثير بالذات موضوع النوتيفيكيشن تحسنت الامور، فحبيت التحديث، لكن لساتني انا بفضل يعني واجهة مختلفة تماما عن هاي الواجهة، خلص مش قادر اتعود، يعني حاولت مش قادر اتعود، فانا صادق بهذا الموضوع، اسف شاومي، ولكن متعود على واجهه مختلفه تماما. بالنسبه للاداء راح تاخذ معالج مش اعلى معالج، حتاخذ سناب دراجون 730، وهذا ليس معالج سيء، انا بعتبره من افضل المعالجات المتوسطه. الاداء عن جد صراحه رائع جدا، تلعب جيمز ببجي، تلعب كول اوف ديوتي، اسفلت 9، هذول العاب كثير ثقال ومتطلبات، بدهم يعني حدا يكون قوي يقدر يهندلهم، فراح تلعب بسهوله ويسر. في عندك 6 جيجا بايت رام هون على نسختي، انا ما حسيتش اني بدي اكثر، مع ان شفنا اجهزه ب 12 جيجا رام، لكن ما حسيت ان عندي مشاكل، ما حسيت بتعليق اثناء اللعب، كان الاداء مناسب جدا، ليس افضل اداء ولكنه كان مناسب جدا. طبعا الساعات التخزينيه لهذا الجهاز واحده فقط، 128 جيجا مع 6 جيجا بايت رام، وللاسف ما في دعم لاس دي كارد. اتمنى انه هاي
يعني هاي الميزه انا بصراحه بحبها، بحب تكون موجوده، اتمنى تكون موجوده. يعني انا حتى بتهمني اكثر من دعم تو سيم كاردز، بس في بلاد بيحبوا يكون عندهم تو سيم كاردز. على كل حال هذا رايي الشخصي في النهايه. هذا الجهاز لما صنعوه ما صنعوه عشان نحكي عن الاداء بصراحه ولا عن الشاشه ولا ما الى ذلك، صنعوه عشان الكاميرا. فالكاميرا هي الاساس، التصوير هون هو الاساس. هل هاي الكاميرات اللي هون وصلت نتيجه انه والله الكاميرا تجربتها ممتازه ولا لا؟ هل هي بس ارقام ولا لا؟ ولا احنا بنصفط كاميرات فوق بعض وخلص؟ باختصار تجربه الكاميرا بالنسبه لي كانت رائعه جدا، رهيبه هاي الكاميرا يا اخوان بكل بساطه، بالذات الكاميرا ال 108 ميجا بكسل. التفاصيل اللي تاخذها مش طبيعيه، انت بتحكي عن 108 ميجا بكسل، فالاداء بصراحه رهيب. انا بالنسبه لهاي الكاميرا كان كل إشي تقريبا جربته، يعني هحكي لكم بالتفاصيل، كان مرضي ما عدا التصوير الليلي راح احكي عليه ان شاء الله. هذا الجهاز ممكن تصور بالكاميرا ال 108 ميجا بكسل بالمود الخاص تبعها، ولكن مش هذا المود اللي انا بفضله دائما. انا بفضل المود العام اللي بشغل فيه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي موجود هون ممتاز، بحيث انه بيختار لك افضل الوان لمجمل الصوره، بيختار افضل حده، افضل دقه، الفوكس بيكون ممتاز، التجربه اللي تاخذها بتكون ممتازه. فانا يعني معظم وقتي كنت اصور بالمود اللي هو فيه الاي اي، لكن لما تروح على مود ال 108 ميجا بكسل ما في هناك ذكاء اصطناعي، بدك تصور لحالك وبدك تعرف شو تختار. هاي الصوره تبعت ال 108 ميجا بكسل حتكون كبيره ضخمه، 20 ميجا بكسل تقريبا، التفاصيل اللي فيها عالي جدا. ايش ممكن تستفيد منها؟ الصوره الواحده ممكن تطلع منها اكثر من صوره بسبب كميه التفاصيل الموجوده بكل بساطه. لكن انا شخصيا فضلت المود العادي. ليش؟ ال 108 ميجا بكسل لما تصور ما بتكون سريعه بسرعه الكاميرا العاديه. ليش؟ لانها بدها تاخذ تفاصيل كثيره، فبتحسها بتطول شوي لحتى ايش تخلص تصوير. فانا كنت معظم وقتي على المود الفوتو العادي ومرتاح معه تماما. واجهت بعض المشاكل على تطبيق الكاميرا، تعليقات صغيره، التنقل من كاميرا الى كاميرا كان كنت اواجه فيه مشاكل. فاتمنى من شاومي يشوفوا هذا الموضوع ويعملوا لنا اتوقع بابديت تحديث سوفت وير تنحل هاي المشاكل. بالنسبه للتصوير الليلي بحاجه لتحسين، لانه لسه الحده مش ممتازه، وبصراحه في نويز عالي. اعتقد انه ممكن تتحسن هاي الشغله بسوفت وير، اتمنى اشوف ذلك. بالنسبه للبورتري عجبتني كثير، رهيبه بصراحه. ان كان البورتري من الكاميرا الخلفيه اللي هو ادائها حيكون خرافي، او حتى الكاميرا الاماميه الاداء جيد جدا. فموضوع البورتري بس بالكاميرا الخلفيه بدك تدير بالك انك تصور حالك بورتري بالكاميرا الخلفيه صعب، لازم التليفون يكون بعيد عنك عشان يقدر يعزل صح. فاذا حدا صورك حتطلع الصوره رهيبه. انا صورت حالي بس عشان اجرب، شوفوا كميه التفاصيل رهيبه بصراحه، والعزل قوي جدا. نحكي عن الفيديو. طيب الفيديو هون بصراحه ما توقعت برضو هيك، عندي خيارات كثيره لتصوير الفيديو. انا بدي اعرض لكم اياها بدل ما احكي، بدي اعرض لكم اياها فيديوهات، كل واحد خيار راح احكي بالفيديو، فانتوا احضروا احكموا. السلام عليكم اصدقائي، نبدا الفيديو بتصوير فيديو فول اتش دي 30 فريم لكل ثانيه. انا في مكان جميل، حدائق الملك حسين في عندنا في عمان، مكان جميل جدا، وعشان اليوم دوام فما في حدا موجود هون، فالمكان هادي لطيف، تسمع فقط اصوات العصافير. ومن شاشه الهاتف ارى ان الفيديو يبدو لي ثابت، الالوان جميله، ان شاء الله الصوت يكون كويس، بس لحد الان I like، قصدي انا يعجبني ما اراه. فهذا الفيديو خلينا نحكي اللي هو الفول اتش دي 30 فريم، ساحول على فيديو فول اتش دي 60 فريم لكل ثانيه، ومن ثم نرى النتائج باذن تعالى. خليكم معي. قبل ما انتقل للفيديو فول اتش دي 60 فريم لكل ثانيه، في خيار في البرنامج وتطبيق الكاميرا تبع شاومي سوبر ستدي، سوبر ستابلايزيشن. هاي عمال بجرب فيه، بدي اركض. انا حاليا بركض يا جماعه الخير عشان اجرب شو يعني سوبر ستابلايزيشن. فانا حاليا فعليا بركض مش مشي ابدا. اوكي هيك انتم شايفين خيالي بركض. alright خلاص كفي. بيحكوا انه هذا السوبر ستابلايزيشن حيكون اشي قوي، فانا بصراحه حاب كثير اجربه، وهي انا حاليا بجربه. شو رايكم بالفيديو؟ خلينا نحكي راينا بعد ما نشاهد الفيديو. حاليا فيديو فول اتش دي 60 فريم لكل ثانيه.
طبعا خيار السوبر ستابلايزيشن هنا بهاي الفئه لم يتفعل. ففيكم تعرف انه خيار الاستابلايزيشن فقط سوبر بيكون متفعل على الفول اتش دي 30 فريم لكل ثانيه. صحيح، شو رايكم بالمكان اللي انا بصور فيه؟ هل عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ انا والله بصراحه كثير عاجبني. طب خلونا ننتقل لفيديو 4K. حاليا بنصور فيديو 4K 30 فريم لكل ثانيه. اوكي، ما في عندنا خيار 60 فريم للمعلومه فقط. طبعا كمان شوي راح اصور فيديو اخر فل اتش دي، بس بدي افرجيكم انه بخيار تصوير الفل اتش دي بيعطيني كاميرا عريضه، بيعطيني كاميرا زوم، وممكن في خيار اخر بدي اشيكم هسه بالفيديو الاخر ان شاء الله. السلام عليكم. اللي صار انه الجهاز بتفعل الفيديو على الخيار اللي انت بدك اياه. يعني مثلا حاليا انا بصور فيديو ماكرو، بصور بالكاميرا القريبه جدا بصور فيديو، وهذا الشيء بصراحه جميل انه انت بتقدر تختار هيك خيارات. هلا بدي اورجيكم خيار اخر. هذا خيار فيديو عريض، هاي هي الزاوية العريضة برضو بتصور فيديو. فأول إشي أنت بتختار المود أو الزاوية، بعدين بتبلش تصور فيديو. حبيت أحكي، أنا فكرت بصراحة بتبلش تصور فيديو بعدين تختار الخيار، لا، أثناء تصوير الفيديو ما بتقدر تختار أي إشي، خلص بتصور فيديو. ولكن قبل اختار اللي بدك إياه وشوف النتيجة. تعال نشوف نتائج أخرى، أشياء ثانية. هذا فيديو معمول له 2x زوم، يعني ها حاليا مزوم وبصور فيديو. فعلى كل حال لما بتتغير من زاوية إلى زاوية ممكن تختلف معك الموضوع الاستابلايزيشن. أنا لما فعلت السوبر استابلايزيشن ما زبط إني أختار خيارات كثير. فخلينا نشوف هون الخيارات الموجودة. هذا الفيديو بتكبير 5x. بحاول أمشي أسرع بس أكيد يعني حتكون إيدي مهزوزة، لأني حاليا بصور فيديو بتكبير 5x. شايفين كيف الخيار حلو؟ الحلو بقدر اصور صور عادي فوتوغرافي اثناء التصوير. طيب بدي ارجع لل 4K اجربه. هذا فيديو 4K باستخدام العدسه الماكرو. انا اسف حكيت لكم انه على ال 4K ما في خيارات، ولكن اللي صار انه انا بلشت اصور 4K وقررت اني اغير ما بيزبط. اول شيء اختار المود اللي بدك اياه بعدين صور 4K. فهذا ماكرو. هلا بدنا نشوف كيف الزوم مع ال 4K. هاي الزاوية العريضة مع ال 4K. يعني بصراحة كثير خياراتنا هنا ممتدة بالنسبة للتصوير، هذا الشيء بصراحة كثير حلو. أنا عمال بصور عريض 4K. الاستابلايزيشن يعني مش قادر أحكم عليها حاليا، ولكن إنه في خيار تصوير عريض على ال 4K. نشوف كمان خيار. هذا خيار زوم 2x أيضا 4K. أكيد حنخسر الاستابلايزيشن بس مش غلط نجرب. مش غلط نجرب. اخر خيار عندنا هسه بدنا نجربه 5x زوم. وهذا خيار ال 5x زوم 4K. تعبتكم عارف بالفيديوهات، بس حبيت اورجيكم انه في عندك كثير خيارات ممكن تصورها باستخدام هذا الهاتف. وهذا اشي طيب بصراحة. اشي طيب جدا. زي ما شفتوا انواع الفيديو الكثيرة. التثبيت الالكتروني عجبني، الالوان عجبوني، الكواليتي الجوده تبعت الفيديوهات عجبتني، والتنوع بين الفيديوهات برضو عجبني. لسه في سلو موشن ما جربتها، يعني ما حبيت اجربها لانه الدقه بتقل، بس يعني بصراحه تنوع الفيديوهات هون. عشان هيك هذا الجهاز ماخذ علامه عاليه في الدي اكس او مارك، زيه زي الميت 30 برو تخيلوا، او يعني قريب منه. فبصراحه كثير حبيت الاداء بالكاميرا، بما انه هذا الجهاز لما صنعوه وحطوا في بالهم الكاميرا انا بعطيه 9 من 10 كاداء كاميرا. لو كان التصوير الليلي برضو على مستوى عالي بعطيه 10 من 10 بكل سهوله. فانا بصراحه عن جد عجبتني الكاميرا فعليا. انا بحكي عن نفسي وانا زلمه بحب التصوير، وهيك كان رده فعلي. هلا نيجي نحكي عن البصمه في هذا الجهاز. بطيئه شاومي، ارجوكم سوفت وير تحديث
خلوها سريعة بطيئة عن جد بطيئة. بالنسبة للصوت عنا سماعة واحدة لكن الصوت عالي ويعني جيد جدا. بالنسبة للبطارية عنا بطارية صراحة كبيرة أداء معنا 5260 ميلي أمبير. بتتوقع مرات مع الرقم أنه تأخذ أداء مجنون خرافي، لا ما راح تأخذ أداء مجنون خرافي، راح تأخذ أداء جيد جدا. هاي ليست أفضل بطارية بصراحة، ولكن يعني صارت راح تعطيك أنا تعطيك 5 إلى 6 ساعات سكرين أون تايم بدون مشاكل. ممكن يكون موضوع إن السوفت وير برضو يتحسن، ما عندي مشاكل، ولكن في معاها شاحن سريع 30 واط أداءه ممتاز جدا، وحلو إنه في عنا شاحن 30 واط في العلبة مع هذا الجهاز الرائع. خلال نص ساعة راح يعطيك 58% مش من 4000 ملي أمبير، من 5260 ملي أمبير، وهذا رقم برضو يعتبر جيد جدا. بالنسبة للسعر للأسف برضو لم يتوفر لدي السعر إلا في الإمارات، حتى في الأردن لسه ما أعطوني سعر رسمي كوكيل، لم يعطيني سعر رسمي. برا الإمارات برا الدول العربية حيكون سعره مثلا في الصين ممكن يكون سعره 450 دولار. أنا بحكي عن الإمارات، السعر الرسمي 2000 درهم يعني 400 دينار أردني يعني 600 دولار أمريكي على هاي الكاميرا. يستحق، نعم يستحق. هذا كان تجربتي لهذا الجهاز، حبيت الكاميرا، أعتقد أنتم راح تحبوا الكاميرا أيضا في هذا الموضوع لأنه هو أصلا أساسه كاميرا. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك، كثير مهم عمل اللايك في الفيديوهات، كثير مهم تتابعوني على إنستغرام، هذا أكبر دعم ممكن تقدموا لي، جزاكم الله خير. ما بدي منكم فلوس، بس اعملوا لايك، اعملوا كومنت، إذا بتقدروا إذا بتحبوا اعملوا شير، وتابعوني على إنستغرام، وإن شاء الله بس تيجي القناة الجديدة بطلب منكم تتابعوني على القناة الجديدة للأنمي قريبا يا رب. إلى اللقاء في فيديو قادم، سلام عليكم.